السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على زروقي، يعني وين متابع من في نادي، يعني نادي عملاق جدا، وإن شاء الله نصيحة فاندير وين تضع زروقي في الطريق الصحيح للنجومية. شوف كيفاش لعاب نحو الامام، هذا اللاعبين لعاب كيما نقولوا حنا خريج مدرسه اياكس، خريج انا لاحظته في اول مباراه تاعه وتكلمت عليها والناس شاهدين، تكلمت على التمركز تاعو الوقوف تاعو. ناس اللي ولاو يضحكوا عليه نهار الاول الوقوف، قال لك هذا كيفاش جاب على اصحابه، كيفاش التناسق، ماشي قضيه كي يكونوا في حاله هجوم. شاهدنا كيفاش هو التمركز تاعو الوقفه تاعو قاري عليها من حيت كان عنده كان في كرشمو، قرا عليها هذيك الوقفه اللي كان اللي يوقفها هو، والتمركز تاعو قراءه اللعب كان يقرا عليها مي كان في كرشمو في ايكول تاع عمو قدام لا يخرج الدنيا، كان قاري عليها بلي هاكي غادي هاكي باش يخدم. لعاب لي راه جاي بخطى ثابتة نحو النجومية، الله يجعل ربي برك يبعد عليه الإصابات، خاطش لعاب وين راهي لاكاس عليه بزاف. مع اللي هو فانيك لعاب تاع الشوك، لعاب فانيك تاع الشوك هو لا غالب، اش عندنا كونتر بوركينا فاسو كيفاش اللعاب اللي كان داخل في الشوك، لعاب اللي لعب قاصح ليجا نحنا نتمناو له ان شاء الله بربي الاصابات ما يكونوش عليه بزاف. هذا مكان وعنده 23 عام، مازال قدامه، مازال يزيد يخدم، مازال يقوي روحه، مازال بزاف، خاصة افريقيا. وين نصيحة فاندير وين تضع زروقي في الطريق الصحيح نحو النجومية، يعني واش تكلم نقولوا باللي اشيو خسر رهان مع كيما بالشيخ مي خسر رهان مع محرز، اشيو خسر رهان مع بالك كو اشيو بغى هذا زروقي كان غادي يفشل، بصح مي كرهوه نهار الاول نجح. انا قلت لكم باللي العكس صحيح، عندهم هذو عندهم العكس صحيح، هذو كي انت عطيتكم بزاف ادله على ماجر ساكت على محرز يربح بوروسيا دورتموند، يربح منا، يربح باريس سان جيرمان، خرج يهضر عليه كونت تشيلسي قال لك باللي غادي يدي لا كوب ويدي احسن لاعب في اوروبا، خرجوه كاع من الحسابات. لافري الله يجعل افريقيا، الله يجعل يكلاسي دوزيام في لافريك، الله يجعلي كلاسي دوزيام، خاطش ما راهش يلعب، ارقام تاوعو طايحه بزاف، يعني في الشك يا تشيك. وين صنع اللاعب الدولي الجزائري رمزي زروقي الحدث خلال مباراته فريقي امام نادي الخصم، وذلك بفضل تحركات اللاعب الهجوميه، يعني وين شان كيفاش وين، وكان اللاعب الهولندي السابق فاندير قد طلب من زروقي تحسين ادواره الهجوميه، مؤكد بان اللاعب يستطيع البروز اكثر مستقبلا في حال وصل التالق، وذلك بفضل ادواره الدفاعيه الرائعه له. يعني وين زروقي وين شادنا هذا الخطر على الماتش اللي تفرج، انا ما تفرجتش في البارتيه مباشره، بعد عاودتها طلعتها وعاود تفرجتها، يعني زروقي لعب للامام بزاف، وان شاء الله الهدف اللي ما فيه ولا تسلل، الهدف انا ما فهمتش بالك توشات واحد لا ما بالك توشات ما نعرف، بالك حسب بالك الفار هذا حسب الشعب اللي كان مور البارتي مور البارا داره باللي اون، ما فهمتش ما نعرف والله ما فهمنا كاع. وساهم الدولي الجزائري رمزي زروقي في انتصار ثمين الذي عاد به فريقه من خارج الديار على حساب هذا النادي بنتيجة 3 أهداف لهدفين في مباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد في إطار الأسبوع السابع من الدور الهولندي الممتاز. وسجل زروقي هدف رائع في الدقيقة 30 من المباراة بتسديدة متقنة من خارج منطقة الكاري 18، لكن الحكم المباراة ألغى بالرجوع إلى تقنية الحكم فيديو المساعد بسبب وجود زميله وصاحب التمريرة الحاسمة في وضعية تسلل، ما حرمه من افتتاح
عدده التهديفي في يعني هذا الموسم في هذا الموسم. وقدم محارب الصحراء مباراة جيدة كالعادة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63 من مواجهة من طرف المدرب يان روس، يعني من بغرض راحته، وهو الذي شارك في كل مباريات النادي أساسي منذ بداية الموسم. ورفع ديفانتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس مع معوض بدايته المخيبة في الموسم الحالي التي شهدت حصوله على نقطة واحدة في لقاءات الثلاثة الأولى، يعني وين كان وين شاهدنا كيفاش كان نقولوا كانت انتقادات بزاف على زروقي، وين المدرب وين وقف في صف زروقي ودافع على زروقي بقوة، دافع على زروقي بقوة، يعني وين دافع لي ونجح، دافع على لعاب، يعني يعرف اللعاب اللي راهو معايشة، يعرف كيفاش يتعامل مع اللعاب تاعو، يعرف كيفاش يعني يدافع النادي تاعو، يعني وين شأنه كيفاش وين دافع النادي تاعو بقوة، شأنه كيفاش وين رمزي الزروقي وين كان أساسي، يعني وين تغلب النادي الزروقي على مضيبه في 3 أهداف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في مركز السادس. ويتجمد رصيد عبر يعني وش عندنا اللعاب تاع الخضر رمزي زروقي، وين لعب اساسي سجل هدف ولم يحتسبه الفار قبل ان يخرج في الدقيقه 63. ناس يقول لك مصاب، انا تبالي ما كانش ما خرج نورمال، ما كانش مصاب ولا ما عرفت، ناس يتحضر قال لك مصاب، شات قال لك فينك دخلوه في القائمه تاع المصابين، يعني وين شو كيفاش وين كثر داود عمي وين لعب وين ووصل عروضه يعني القوية، يعني بعد ما لعب هذا اللي جاء من نقولوا باللي المنتخب الوطني في وقت حساس جدا، وقت يعني جاء في وقت اللعب هذا جاء في وقت كبير وين كنا ونحتاجين اللعب هذا اللي جاء في وقت وين رانا صايبين ودروك، بصح نقولوا مزية عطاه الجمال بالماضي وين عطاه ثقة وعطاه خلاه يلعب وين كسب ثقة كبيرة في وقت مناسب، في وقت مناسب. على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين ماذا بينا ان شاء الله بربي تشوف الاصابات تشوف اللاعبين اللاش تاعهم، يعني وين ما يساعدش اللعابه غدوه ان شاء الله تروح الكوب دي غدوه ان شاء الله كوب دافريك، الا قعدوا هذو اللعابه ما ينجموش الناسق، يعني مباراه كل 3 ايام مباراه كوب دي مونت كل 3 ايام، يعني النيفو عالي جدا ضغط رافيع، يعني قوه بدنيه ما تساعدهمش، ما حد يجيبها من الفيغولي من بن عمري من كاين واحد اللعابه اللي ما يساعدهمش كل 3 ايام مباراه، ما يساعدهم يولوا يطيحوا لك في ستار نورمال. على ذلك لازم جمال بالماضي يعيد حساباته، راحت هذيك تاع لابغا تجيب الشابه صباح انت شكون باش تريع على جمال بالماضي في قرار نفسي، عارف شتا كاين، راه عارف شتا كاين، عارف شتا كاين بزاف صوالح، راه عارف بلي اللعابه هذو ما غاديش يمشوا له حتى الكوب دي موند، ما يمشولوش الكوب دي موند هذا اللعابه، خاطش كنا نقولوا بلي يا ودي اللي مدلك في 2019 اللي يلعب كرة قدم يفهمنا شا، واللي يتبع كرة القدم يفهمنا شنو نهضروا، حنا كنا نهضروا كيما نقول لك هذو اعداء جمال بالماضي، اعداء المنتخب الوطني، يا ودي روح تربح غاديك، يا ودي روح احنا روحنا الدوزيام تور كان الكبير عنده 26 عام، الكبير كبير عنده 26 عام، علاش جمال بالماضي امام بوركينا فاسو هو في قرار نفسه، هو يحوس يكالمي الشعب يقول لهم الاربيت يقول لهم منا يقول لهم منا، بصح في قرار نفسه عارف وراه المرض، راه عارف بلي المرض وراه، عارف بلي المرض، خاطش علاه نهار زيمبابوي ورواح ولا النيفو تاعنا يتراجع، الناس كاع قال لك لا ونقص المنافسه، ودي ونقص المنافسه وين نديروا ماتش وين نتعثروا نحصلوا في نقص المنافسه، ومين نربحوا على تونس على ما نحصلوش في نقص المنافسه، تونس مربحه على ما نحصلوش في نقص المنافسه، ادم لازم يكون عاقل لازم يخمم شويه، انا راني نقول لكم من زيمبابوي ورواح دوزيام ميتون ولا يبان ولا يبان العيب تاعنا، دائما دوزيام يطول لي نشوفوا العيب تاعنا، هذه هي اللي لازم واحد يروح لها ويروح لها بشويه ويقراها بشويه وما يتقلقش
وما ناش احنا اعداء الوطن اللي يقولك اعداء الوطن واعداء جما بالماضي. انت هو راك عادو، انت هو مشاك باغيك تمشي مع المرحله هذه. انتوما الناس راكم تقولوا لنا باللي اعداء، راكم تحصلوا في الناس وتعايروا فيهم تقولوا لهم اعداء. انتوما راكم اعداء خاطر على انتوما مستغلين هذه المرحله، مستغلين يدخل يتفرج فيك 100,000 دخل دراهم، يتفرج 200,000 يدخل دراهم، انتوما راكم مستغلين. بصح حنايا انا قادر نستغلها ونمشي مع السوق كيما راه يدور السوق. لا بصح لا، حرام عليا خاطر على عارف بلي غادي جايه وقت غادي تولي لي زوطو تجي تربحك هنايا.